أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.